الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. مسرح الإذاعة المغربية يقدم. هل يكفي أن يكون للإنسان طموح؟ هل يكفي أن يتحقق له منه البعض ليزداد طموحه فيما هو أكثر؟ أم أن طموحنا لا بد أن يقترن بالقضاء والقدر؟ كل شيء بأجله. كل شيء بأجله مسلسل في حلقات من تأليف عبد المجيد فنيش، المخرج المنفذ أنور الجندي، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة السابعة. مساء الخير لالا. مساء الخير. كاينه السيده كريمه البردوني؟ الانسه كريمه. بلاش كي انت تماما. هذه الرساله هذه راها في سميتك، وحتى انا كنتسناها بشوق. الا سمحتي البطاقه الوطنيه ديالك. ولاش البطاقه؟ ايوا هذه رساله مضمونه ومستعجله، وما يمكن لي نسلمها الا من بعد ما نتاكد من الهويه ديال مولاها. هذا هو القانون. دقيقه من فضلك. ظاهرة كانت تتسنى هذه الرسالة هذه مدة، يعلم الله شنو فيها. أنا سيدي جبت لك البطاقة. شكرا. هاك وقعي من فضلك هنا 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 يا إيه. واخا سيدي، بارك الله فيك. شكرا، إلى اللقاء. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية مغربية. كان سمعك فتيحة، كان سمعك غير هضري بشوية، راك سمكتي لي ودني. عرفتي اش ديري دابا؟ راني في الزنقة، قطعي دابا وغير ندخل الدار نعيط لك انا. اذا صبري واحد دقيقة نتغطى من الشمس. الو فتيحة، يلا هاش كاين اختي؟ ياك لاباس؟ كيفاش تعرضوا لك وسرقوك وساكتة؟ الحماق هذا كان لازم عليك تمشي للشرطة وتوضعي شكاية. إيوا إلا الليلة تسرقتي انتي وسكتي، وإلا تسرق لاخر وسكت، كيفاش يمكن نقضيو على اللصوصية؟ أجي بعدا، هدرتي مع يونس في هذا الموضوع؟ ما قلتي ليه والو؟ عجيب، باقين ما كتكلموش بعدكم. ما يهمش الآن. إيوا سمعيني دابا، غادي تسينيني في الخمسة نكون عندك، نديك لمصلحة الشرطة باش تعملي الشكاية. ايوا يلا في الخمسة نتلاقاك في باب الدار. فكرتيني يا فتيحة، جيبي معاك البطاقة الوطنية. الو الو، اي البورتابل خوات البطارية ديالو. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية مغربية. يا سيد البردوني المحترم، معلم المعلمين، سيد التجار في كل الأزمنة والأقطار. اش باغي تقول؟ تكلم بسرعة يا ترتار. يا سلام يا سلام، الحاج البردوني فهو يعني ينطق أحلى كلام الكلام بالقافية والميزان. بليتيني يا أخويا، عاديتيني. اللهم تبلى بالشعر والكلام المنثور والسجة، ولا تبلى بحال جيرانك التجار بلا بالكارطة والضمة. يا سيدي بارك الله فيك على هذه النصيحة. لا هذا الواجب، فهو يعني يجب أن تعرف أنه يوجد في النار ما لا يوجد في البحر، ويعلم ياسين فهو يعني اللي هو أنا يعلم ما لا يعلم البردوني اللي هو أنت. يا دابا شفتك ما بقيتي كتحترمني، لا كعمك مربيك من اللي كانت عندك كيلو ديال اللحم، ولا كمعلمك في البيع والشراء. لا لا لا، بالعكس بالعكس يا عمي ومعلمي، احترامك واجب، وأنا كان قصد نفوج عليك مرة مرة. يا حتى أنا غير كان مزح معاك، انت ياسين في مقام ولدي يونس وزيدون، راكم تربيتوا جميع. وانا عمرني ما عملت شي فرق بيناتكم. نفس القراية قريتوها بجوج. ولكن عمي هو وقفتي معه بالرغيب ولجوء، حتى خدمتي في التعليم اللي هو يعني انا خدمتيني معك في الهري. ايوا شكون بحالك ياسين؟ انت تبارك الله كتصور ثلاثة ديال المرات اللي كيصوروا يونس، والحمد لله انت وليتي شريك متاعي، واللي حليتي عليها عينك كتلقاها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إلا حاجة وحدة أيها الرجل الشهم البطل المقدام النبيل الكريم العاطف الحنون. ما هي؟ هي يعني كريمة، كريمة عمي. أسمع هذاك النمس، نعم
لآخر مرة غادي نقول لك باللي كريمة في مقام أختك. هنا كيبدأ الكلام وهنا كيسالي. ولكن عمي رفقا رفقا بقلب المتيم رفقا. هذا الموضوع في الضينة وإلا باقي تجبدو غادي يكون لي معك حديث آخر. ويلي 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 على ممثل. أنا بعد هاد الممثل كيقطرني بالضحك. ياك ويلي 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 أنا ديك الممثلة اللي معاه اللي كتمثل مراته كتعجبني. تعجبك جنية إن شاء الله. إيوا مزيان علينا. إيوا أنت يا لالا الممثل كيعجبك ما قلنا والو. وأنا بغيتي تنوضي عليا الهرج والمرج. أحيانا عليكم يا رجال أحيانا. دابا صافي يا لالا غديري لنا الندبة ولا نوضي لالا عطينا نتعشاو. أنا غنوض بكري راني متبوع للدار البيضاء. شنو 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 عاد كنتي في الدار البيضاء هادي 10 أيام؟ إيوا راكي قلتيها بفمك. هادي 10 أيام وفي 10 أيام كيخوى هري وكيعمر هري. إيوا شوف أسيدي إلا طلعتي للدار البيضاء شوف ليا معاك دوك التلامد جداد اللي قلتي عاد بانو. شوف جيب ليا منهم 2 ديال الدارات. يا ولاشا غادي نتعشى ولا لا؟ واصبر قصيم دخل كريمة. علاه ما كاينة شي في بيتها ولا؟ خرجت أسيدي في 6 مشات لعند سلوى صاحبتها مشات تفايش عليها بديك الرسالة اللي جاتها من ديك الشركة ديال التلفزيون. علاه جاتها البرا صافي؟ إيه وراهم قالوا ليها خصها تجمع الوراق وفي 3 أيام غادي تبدأ الخدمة. يوم ماشي حرام عليك ها؟ هاد الخبيرة هادي ما تعتقينيش بها على الأول. إيوا أنا قلت ما هنا فايدة في هاد التمارة كلها وفي الآخر طلع على شي خدمة عيانة أو يقضيو بها ويصفتوها في الوقت اللي يقولها ليهم رسهم. على الدنيا فوضى فاطمة الله يهدي. إيه يا سيدي راها فوضى. إيوا دير معايا عقلك ياك نفيسة أخت فاتحة مرات يونس اللي خدمت في ديك الشركة غير 8 شهور وكانوا كيعطيوها غير شي سواند والنهار اللي جات مع الطلب قسيم جراو عليها بلا كلمة بلا جوج. صافي صافي على هذا هضر بركة. المهم من هي على كريمة هي صبرات وجاب ليها الله ما نويت. إيوا دابا نشوفو وعند الفورة يبان الحساب. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات إذاعية مغربية. نعيمة نعيمة خليني نزيد شي غميضة حاسة براسي بحيلة واكلة العصا. المهم أنا مشيت للمدرسة عندي 2 ديال الحصص اليوم من 8 ل 12. إلا كنت راجع دوز عافاك المختبر خذ النتائج ديال التحاليل ودوزهم معاك للطبيب. إن شاء الله. باقي شي طلب آخر؟ جيب معاك شي ساندويش باش تغدى. أنا ما تعولش عليا نطيب لك. وانتي أش هتاكلي؟ ما عنديش منين يدوز الماء. بالعكس لازم تاكلي وتاكلي مزيان. دابا راك ماشي بوحدك دابا راه انتوما 2 نفوس. ايوا سيدي حتى يزيدو نسميوه سعيد. ايوا لالا باش يتزاد ويكبر خصك لازم لازم تاكلي مزيان وهو باقي جنين. صافي يا سيدي بركه من الدروس جيب لي حتى انا شي عصير. تبقي على خير الساعه. ورسول الحب فين مشيتي وفين غبرتي علينا أسيدي أطلق راسك حتى أنا باغا ندوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعلى كلام على الصباح إوا ما تقولي صباح الخير هي كتسمعني داك الغزال من القاموس ديالها. أسي يونس أسي الأستاذ راني باغي ندخل الحمام طلق راسك. ايوا واخا واخا دقيقه على خارج دقيقه واحده. شفتك تحممتي وكشطتي فين غادي بالسلامه؟ كيفاش فين غادي؟ ايوا سؤالي واضح. غادي لخدمتي. وعلى خدمتك كتحتاج لهاد الشيء كله يا سيداتي؟ عمل الاستاذه فاتحه خطير ودقيق للغايه والمظهر الخارجي في هاد المهنه عنده أهمية كبرى. إيوا قول للأستاذ اللي كيهتم بمظهره الخارجي وكيعرف مسؤولياته إمتى إن شاء الله غادي تعرف مسؤولياتك داخل البيت؟ أنا بصراحة عمري ما كنت مفرط في واجباتي داخل البيت. وباش كتسمي هاد النفخة اللي فيك والدنيا اللي ما قدكش؟ أنا مستعد أفتحا نتناقش معك في هاد المواضيع كلها لكن ماشي دابا.
وقتاش الفيلسوف؟ فوقت الغداء إن شاء الله، والعشية كلها إلا بغيتي. أما الآن غادي خدمتي. هي دابا خدمتك بالسلامة، أهم لك مني. أش هاد الكلام كتقول يا فتيحة؟ يديك الله، هادي راه خدمتي، الخدمة 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 باش كان ناكل عطا ديال الخبز واش فهمتي ولا لا؟ ماشي مشكل يخرج غضبان، المهم عندي أنني جريتو الكلام معايا، ويمكن في العشية يبرد ونصلحو الجرة. تفضلي يا أنسة كريمة. بارك الله فيك سيد المدير. اسمح لي غير واحد دقيقة نكمل هاد الملف اللي في يدي وأنا معك. تفضل سيد المدير. يعني الله غادي يقول لي الآن، لكن المهم بالنسبة لي راه مكتوب في الرسالة اللي جاتني البارح. أنسة كريمة، أنسة كريمة، فين سرحتي؟ محضرة، سرحت شوية. ما كاين باس. قلت لك بنتي بحال اللي موضح في الرسالة، الشركة كترحب بك كموظفة عندنا، لكن اللي خصك تعرفي هو أن مدة تدريب العملية الميدانية اللي غادي تقضيها معنا في الشركة هي سنة كاملة. وانا ما عندي حتى مانع مدام التدريب المهنيه غادي تقويني. مزيان، وخلال هذه المده راكي غادي تستافدي من راتب محترم ومن تعويضات على المردوديه والتامين. على كل هذا الملف دار فيه كل التفاصيل، لكن اللي مهم الان هو انه خلال هذه السنه الاولى لازم تكوني مستعده للتنقل يوميا للدار البيضاء. يوميا؟ كنتم مع الحلقة السابعة من المسلسل الإذاعي كل شيء بأجاله. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيدة الحراق، ماريا صادق، نجاة الخطيب، حنان زهدي، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، محمد خدي، عبد الرحيم أمين، حسن مكياز، ومحمد أحمد البصري.